أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك منشور يوزع وهو عن الموت والقبر، وعنون له بهذا العنوان. وهو عن الموت والقبر. أن الموت والقبر. القبر. نعم. إيه. وعنون له بهذا العنوان: ذهاب بلا عودة. فهل هذا العنوان يجوز شرعا؟ هذا من تكلفات الشباب اللي بدأوا الآن يضعون أشياء ويعملون أشياء ما لها أصل ولا ينبغي عملها. فإذا أردت أنك تنصح الناس وتعظ الناس فإنك تقف أمامهم إن كان عندك علم وتعظهم وتذكرهم بآيات الله وتخوفهم. أما أنك تكتب ورقة وتجعلها على هذا الكلام الذي قلته ذهاب بلا عودة، يعني قصده بلا عودة إلى الدنيا. إن كان قصده بلا عودة إلى الدنيا هذا صحيح، أنه ما من مات لا يعود إلى الدنيا. أما إن كان قصده بلا عودة بلا بعث هذا كفر بالله عز وجل. لكن ما أظنه يقصد إلا المعنى الأول، بلا عودة إلى الدنيا. لكن هذا العمل ليس من عمل السلف الصالح، أنهم يكتبون مثل هذه الكتابات ويوزعونها، هذا ليس من عمل السلف الصالح، وربما يدخل فيها أشياء غير مشروعة. نعم.